لا مجال لتجريب الحركات الاحتجاجية الشعبية. أريد أن أحيي كل المناضلين الذين هتفت أصواتهم عاليا، الذين نزلوا إلى الشارع ضد تمرير قانون المصالحة الاقتصادية، وسنبقى في الشارع إلى أن يسقط هذا القانون نهائيا دون تعديلات. أنا حبيت نقول حاجة، قلت قبل في حقي راني نسامح، وفي حق الشعب التونسي ما نسامحش، في حقي راني نسامح، وفي حق الرفاق والرفيقات ما نسامحش. اللي صار انه كما تعرفوا انه دعات العديد من المكونات والفعاليات إلى حراك احتجاجي يندد ويرفض قانون المصالحة الوطنية الذي دعت إليه مؤسسة رئاسة الجمهورية، وكانت هذه السلسلة من التحركات غير معزولة متواصلة منذ 1 سبتمبر 2015، وتم فيها قمع مناضلين هذا الحراك والمشاركين المحتجين الرافضين لقانون المصالحة. أنا في الوقفة نتاع 3 سبتمبر اللي هي أمام مسرح البلدي، يعني كنا قمنا بمهرجان خطابي وردت فيه على لساني مقولة لشاعر اليسار العربي مظفر نواب تندد بمؤسسة الحكم والنظام السياسي في تونس اللي يحاول انه يضرب مطالب الشعب على ارض الحائط، ويطالب ويحاول انه يضرب مطالب الثورة المتمثلة في كشف رموز الفساد والاستبداد ومحاسبتهم قبل ان نتصالح معهم وعفى الله عما سلف. توجهت لي دعوة، تجالي استدعاء استنطاقي في منطقة باب بحر، يعني ظروف البحث ما كانتش لائقة بالمواطن كما قلنا، يعني من قبيل أنت تقول كذا على الأمنيين، احنا رانا نعملوا لك ونقدوا لك ونفعلوا لك، يعني كان الأسلوب غير لائق حتى أنك تعامل به مواطن يعني بسيط. بالنسبة لي أنا مشيت بحث، التهمة التي يعني تم توجيهها لي هي هضم جانب موظف عمومي قولا، أي أني يعني تهجمت لفظيا على عون أمن في اجتماعي العام بعبارة مظفر النواب، اعترضنا عليها شكلا ومضمونا لأنها لم تكن موجهة إلى عون الأمن. الحكم اصدر 27 جانفي 2016، أي منذ 4 شهور الفارطة جاني القرار بالحكم أو الإعلام بالحكم منذ 5 أيام أو 6 أيام، اعترضنا في المحكمة وتم يعني اليوم بتاريخ 20 عقد يعني هذه يعني اليوم التأمت جلسة المحكمة. اليوم معناها نحاكموا في شاب مع مجموعة من الشباب تظاهروا اعتراضا على قانون تبييض الفساد والفاسدين أو مشروع قانون تبييض الفساد والفاسدين، اعتراضا على رهن البلاد لأطراف أجنبية، تظاهروا في شارع حبيب بورقيبة، مارسوا حقهم في التعبير في التظاهر السلمي في التجمع في التجمهر، رفعوا شعارات ورفعوا قصائد، على قصيدة من القصائد اللي رفعت وعلى قصيدة يعني ذاع صيتها في العالم أجمع اللي هي قصيدة معروفة بالتصدي لجور الحكام واستبدادهم. اليوم منوب قاعد يتحاكم لا أكثر ولا أقل. اليوم الأطراف الحاكمة اليوم بإصرارها على الزج بالأمن وبالقضاء في خصوماتها السياسية مصرة باش تجهز على الثورة، باش تجهز الثورة وباش تواصل عربدتها واستبدادها في البلاد. هذاك علاش دعوتنا اليوم في مرافعتنا الكل للقضاء، ارجوكم سادة القضاة، ارجوكم سادة اعوان الامن، ان او بانفسكم على مثل هذه الخصومات يزيهم مشيئوكم ومهرسلوكم وموظفوكم لحساباتهم السياسية الرخيصة. وهذا هو، نحن متأكدين من براءة مناوبنا، كيما متأكدين وانه قدر مناوبنا باش يعيش حر، وكيما متأكدين وانه الشباب التونسي الكل قدروا باش يعيش حر بشرط انه يكون سيد نفسه. هكا كي نتحاسبوا اتو نتصالحوا، كي نتحاسبوا اتو نتصالحوا.